فضيلة الشيخ وفقكم الله، يقول: من ترك المبيت بمنى ليالي أيام التشريق وبات بمزدلفة، فهل تجب عليه فدية لكل ليلة أم تكفي فدية واحدة عن الليالي كلها؟ إذا كان ترك المبيت بمنى لأنه لم يجد مكانا وبات مع الحجاج في طرف الحجاج ولو في مزدلفة ليس عليه شيء، لأن هذا ما يقدر عليه. وأما إذا تركه من باب الترفه، وإلا لو طلب مكان لحصل على مكان، فهذا مفرط، عليه فدية، تكفي الفدية الواحدة عن جميع الليالي. نعم.